بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس ويستناش من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 3 شعبان 1436 الموافق 22 ماي 2015. بعد البيعة، بعد العقبة الثانية، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إفكيس لوتوريزاسيون، روحت هجرم سمكاغ المدينة أثمث نوان الأنصار، صرحي بني سوان ونقر العسلام نوان مرحبا يسوان، أسجم ثمور ثنوان مكة وتروح مغ المدينة المنورة. تروحون أول من هاجر من مكة إلى المدينة يونس حبيب سميس أبو سلمة بن عبد الأسد وقيدم زوارو شي الصحابة، إذ بعث عامر بن ربيعة أو كتم طوثيس عبد الله بن جحش إلى آخره، ثم المسلمون أرسالا يعني جماعات 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 يوضد صروح هناك سرا يعني المدفون هجرا. عمر الخطابي يفغ داك أماكن القناص الجزائرية خرج لهم خرجة. عمر الخطاب يروح ياخذ الطواف حول الكعبة، تغير ناسن ناسن كينيا هجرا أضروح على المدينة المنورة. أدفشك أنا ولكن في دينا إن ياس وين يفغان أتري الناس وذوج الوراويس يدي دفع أديني غير لك خطر للتعليق إذا ما ديني وصفي سال كورا جي سال كورا جنبا شجاع ماشي المعنى يس الصحابي يروح نسرن معنى يس وسعنا للشجاعة، لا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سرا ليلا أو كذب بكر الصديق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله تشريع تشريع. يا عمر تصرف شخصي إذا برق الروس باش يدف كيشارة بلي يمكن يزمر ممن هجر جهرا عادي يسعى الكرة كتعليق خفيف فقط باش يون ما وسيخ الضر دي المخيصة سينا مشي كعمر هاجر جهرا وكذا هاجر جهرا لأنه تصرفه تصرف شخصي، وباش يدف المسلم عنده شجاعة يقدر يهاجر ولا يخاف منكم ولا من الموت ولا شيء، لما يخاف من الله فقط. أما النبي عليه الصلاة والسلام فعمله وقوله وتقريره كله كل ذلك تشريع كما تعلمون. طيب سيدي، أم بعد وذي قيما ثم هاجر عمر الخطاب وبعدين أخوه زيد وعياش بن أبي ربيعة إلى آخره، اسمه المعروف هذه السيرة يعني مش هجرا. وذي قيما ذي مكة يقيم بالرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب وقلة من المسلمين. المشركون اسمي ولان تفذا مكة تفرغ سجن سلمان خذ من أجي أسومبلي جنرال اجتماع اجتماع دار ندوة أم كان اسمه زي ثرسة معروف دار ندوة للتشاور في الأمر المشاورنا مشاكا اسم شاورا. وفي بعض الروايات إنك من إبليس يحضر يحضر إبليس في صورة شيخ من نجد باش هذه هذه فك دي بروبوزيسيون ان دبضن الاقتراح اننا سي لقد نوي الشباب الشجعان سي القبائل ياكو ذرمان يذرمان من قريش ياكو هذا السند حضرا هذ الشاركين ما رانغن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انك باش هذا الفرق نضفضوني ذا منيس بين القبائل يتفرق دمه بين القبائل قبيله بني هاشم بني هاشم معناها اذروا من النبي عليه الصلاه والسلام وريزميرا ديال التصار خاطر ماشي وثنتا دار في ينغان نغيوم بذروم شركناك اذا مني صفضان هكا غيتبلانيفيين صافي ميت نغام اذرومي وريزميرا اللي يخدم والو لا يمكن اللي يخدم الكيرا افيك تو الموند اكيد خدم المؤامره ولكن وصلنا له باللي ربي سبحانه اكد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قاصد جبريل عليه السلام يخبر فيه إن إيه ساساكي وكان راه ذي الفراشين الميديغ الإطلام يجا علي بن أبي طالب كونكانيس هكا للإيهام وثاني باش يدير الأمانات غصد المشركين للكفار، ولكن زرنت باللي أنت صادق أمين هكا السمان قبل ذي غاد النبي الصادق الأمين غرست سيدي أنت الأمانة نسن جنس الامانات الودائع صافي لقات انت السيوض
إجت أنت علي بن أبي طالب باش أثنتيري مولان أثنتير إي مولان تقيل مهما علي بن أبي طالب. يفقد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى كما تقول كتب السير أوائل سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين المدبر. وجعلنا من بين أيديهم سدا في حفص، سدا في ورش، ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يفقد يرسم أورثوالان أورفقان يصرف ربي يروح ذي السر يروح ذي السر سيدي ربي هكا يثمثن ثورة. يلا نكمل. يقيم دين في صار السماء أبو بكر الصديق والتي رجل الهجرة، ولكن السيري مذيلي ذم دكن في صار السماء يعني يرافقه في الهجرة في هذه الرحلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يفكس ربي لاذن باش هذه هاجر. من بعد يخبر أبو بكر الصديق أسمي سينا ربي يفكي لاذن باش هذه هاجر سيمكا المدينة ذينا بدون مقدمات مباشرة ينس الصحبة يا رسول الله زعما خدم لا دوموند الى قال شويه الانترودكسيون ني جي لونور وكذا وكذا ولا شكل ديريكت مباشره ينس الصحبه يا رسول الله. والنبي عليه الصلاه والسلام ينس الصحبه يعني قفلت يتسرو سي الفرح المدن السيدة عائشة أم المؤمنين ثنياك ما رأيت أبا بكر جامي ولا ذا أبو بكر الصديق يتسرو من الفرحة مساكي يتسرو يفرح المي يتسرو توالنيس وقرد قوال مثر عذ أتوث مثر عذ تسا أتوث أمثي جناوث مثر عذ أدفك الهوى يفرح الصحبة. أم بعد ذا قلت بعض التفاصيل في الهجرة ولكن أذكر أهمها. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم يختار صاحب أبو بكر الصديق يقلني السثارة شو نهضر في الإسراء والمعراج وكذا إلى آخره أمشي في الديدس وحظي بلقب الصديق أسم دوسنا وكل مشرك الإسقار ولي كان نبدأ كل جينيك أشي قار جيوني يروح سين المسجد الحرام المسجد الأقصى بفلسطين بعد سين يروح سبع السماوات سدرة المنتهى وما بعد سدرة المنتهى ويغاد جيوني هذا شو ثم خلقك شو يبغى ديني إن ياسين قال ذلك فقد صدق إن دولقي إن ثيد سيدت لقب بالصديق لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. صافي النبي عليه الصلاة والسلام نقطة الأولى يختار الرفيق يختار وين الدنيا للهجرة الصديق وقار دائما الرفيق قبل الطريق. في السناث حسن اختيار حسن اختيار الزمن وريفي غير ذيك زال قطيج وكذا يفق ذيك يض وقارن الليل ستار امن روح ذيك يض ذي السر سيدي ربي ذي السر ثقي من التخطيط. في ثلاثة اختار الدليل عبد الله بن أريقط وقي مشرك ولكنه خبير اكسبيرت كفرداند وربي القرآن فاسأل به خبيرة من كل سيقة تفضيون بلك ماشي دين السلام ماشي يخمل أوبيراسيون هما لستين اكسبير يبض انت يبض نورمال يجوز خاطر ثقي دخلة في العلاقات الإنسانية دخلة في الخبرات البشرية لذلك أوها ربي نسلم لنا وضر النيفو عندها أنسعوا الخبرات النغ قيمة النغ خطر بيش وأعدوا لهم الإعداد العلمي الإعداد ذي كل شيء هو هربي لو كان غروة قد يقرأ القرآن دي قرأ اقرأ أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق ولكن العلم النافع في جميع مجالات الحياة وما إلا فيه تبادل معرفي ليس في ذلك حرج. عمر بن الخطاب لانت أنظمة سي الفرس يبوث انتظر سي نسلم عادي ما يسمى بالعلاقة بين الحضارات للسيفيليزاسيون العلاقات بيناتهم كاينة. سيغريد هونكا الألمانية صاحبة كتاب شمس الله شمس العرب تسطع شمس الله تسطع على الغرب في 1985 بوين سيدغ الجزائر تين في كيثر في كايف
وتيدي بوتسين في قيثم مولد قاسم الله يرحمه مولد قاسم يغراضي الألمان يستنت ألمانيث تساد ولس نحضر يسدينا ذي في قيث مؤتمر ملتقى الفكر الإسلامي تحت عنوان الغزو الثقافي والمجتمع الإسلامي المعاصر وتهضرت في كتاب يونس أشد المقدمة ثنائك العالم اليوم الأوروبي الغربي عالم متحضر تكنولوجيا عالية نكونيك تفن العالم الساقي من تتسويارة باللي الحضارة النغ تتوالس الحضارة الإسلامية الحضارة الغربية مدينة للحضارة العربية الإسلامية الحضارة الإسلامية مدينة استعرف ثنائك الخارج الغرنغ سباغي نبونسي الحضارة نون نساء حضارة ثم نقول نغض بوسن هذه في دار بوسن أو سنة إلهان اللهم غير حالي لأحسن حال في صربعة اختيار الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يهجر إذفع جنوب مكة ماشي شمال مكة زر ما يغر خطر أفريدني شمال مكة ذا فريد القوافل يتوسم يتوسم صافي نتسي يروح جنوب مكة باش للطون ذي فاق النوث يتسفنا راغد قلب فلاس أذنين فلاس أذي لي بوضع يسبعد يخدم الخطة ثقي دخل في التخطيط وسيقارا كني ذي النبي ذي الرسول ربي ينصر أذروح كان قبل عيني خاطي يخطط والتخطيط مقبول لذلك القرآن والوحي والسيرة والسنة كل هذا الوحي الطاهر يأمرنا باش نخطط لحياتنا ونحسن التخطيط والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الهجرة النبوية المباركة التخطيط زيد ثيس خمسة اختار النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ابن أبي طالب باش يدير الأمانات فقد دخل أيضا في التخطيط كذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب مع بكر الصديق مشينا على الأقدام في ضرن يقلحا ماشي في الغمان غاشو أي غر خطر في ضرن ذي بدن خفيف ولا ثروه التجارة ما كيدجسي الغمان كذلك مشاركة أسماء يلسن ذات النطاقين لقبت بذات النطاقين وثلاثة ذي على فكرة تسالي المذ غار ثور ذا الغار الثور وين يروح نردينا كل صوضة ربي وكل صوضة سمكني ماشي ذيني سهل أن تصوض المذ مكني استاذيس تسنتسوي القوة تسنتسوي يمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذفاس مبكر الصديق كذلك عبد الله بن أبي بكر مثل مبكر الصديق ولكن أنا من سام الرويس سكيناك أنا عميه نسام كولي يضي تروح وغر النبي صلى الله عليه وسلم يتسكس الأخبار من قريش شو الأخبار المعلومات إلى آخره مع أنت هذا أيضا مهم كذلك أمكسان بكر الصديق من مكسان يسيتكي من الملحان يذبع يثنس المال المال باش يكسا كل لطراس لطراس ثيك يكون دخل في التخطيط وهكذا تصن تمثال إقدران ذي في مجال يعني في, في, في هذه الهجرة النبوية ولكن لين بول نناثي الدرس نعود الساقين في صلى الله عليه وسلم نقفى سمكات مورثيس بسقط الرأس يحمليت إنيس لا أخرج إني لا أخرج منك فغم سيث مورثي سمكة وإني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ثم مورثي حمليت ربي وانت سيدا غنبي صلى الله عليه وسلم إنيس ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت كل السفانة كل القرى الشقية كل المشركين تسفغالا مع انتها باش نفهم بلي أولاد انت إنسان يحب وطنه يحمل ثمورثيس يحمل ثدرثيس ولكن العقيدة أولى بالرعاية وأولى بالحماية ويكتب ربي يغلدي لمكة كما سنذكره بعد حين إن شاء الله تعالى طيب أسمثني ذي الغار وقلن ذي الغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وقاتل المشركين تفتيشن تقليف فلاس ندلان بظن الميسيمي من الغار أقموش من الغار نغئيمي الغار وبكر صديق ناس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يونسيسنا ذي ولي رضار نيس يعني نظر بين رجليه إلى رجليه في رواية إلى قدمه في رواية إنيس لا رآنا يعني ذين توطف لو كان يخزر كان كي رضار نيس ذي ولي ولكن ثلاثة صرى ربي سبحانه ربي صريثا ذا شوي سنان في صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق إن ياس يا أبا بكر
ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. نسى أبو بكر الصديق نسى غاسا قلاغ ذي السين ربي ذويس ثلاثة عثي ذنغ إني سور حد زنارة لا تحزن إن الله معنا اكسغ فلولي ربي أثل يذنغ أقلاغ ذي العناية نربي سبحانه. ضغط نزلت الآية ثني دينا ربي سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أكن سنا فين يدير سد الله لا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بعد النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سبحان الله يفكيسنا ربي السكينة الراحة بول ويرنا ربي سبحانه أيده باش نفهم آية مثلا تأييد الله بعد التخطيط ذكرنا كل هذه اختيار الزمن بل اختيار الرفيق أبو بكر الصديق اختيار الزمن الليل والليل ساتر ستار آمن اختيار كذلك الدليل عبد الله بن أريقط دليل لقيد أبو سول ونس ديفكن يعني جي بي اس بلغة العصر اختيار الأسماء تخدم أشو سنتساوي القوث إلى اختيار مثل أبو بكر الصديق سنتساوي المعلومات اختيار طريق والرحاس الشمال مكة انتع القوافل المعروف يروح جنوب مكة كل هذا تخطيط 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 ولكن ونتساوي تأييد الله أيضا أمو فلاح أذي الزرع أذي خرز أذي رجو ربي أكا أموضين هذه روح الطبيب هذه السبب هذه خطط شفى ذلك فسر ربي معنتها التوكل على الله لا يتنافى مع التخطيط بدمي لقدي باني فهذه خطط من بعد إلى ربي وربي سبحانه أيده سمس الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها. لذلك لا نذكر هذيك نتاع تذكر ثنية كل شواني لأنه الآية قال لا تروها إذا بجنود لم تروها وأنا مع هذا الرأي اللي يقول هذه فيها كلام فبالتالي بجنود لم تروها. طيب المهم تأييد الله عز وجل مرافق النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي نظر ربي ذي الآية أيضا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ربي أيديك سنصر يسكت المؤمنين هكا وسنين لك نحواج غرى إلى ربي ذي لا لا المؤمنين هذا نلقى الأنصار ولا بدو سان ذي بيئة العقبة سيقر ما يثعون ما تحرف في الليل ما تنفخ في سبيل الله إلى آخر عادي دخل في التخطيط نعم هكذا في كل السيرة كي نقراوها أنف دائما العقل اللغي الله ثم سنيت الله التخطيط الله كل شيء الله إلى آخره. إذن هذه الآية اللي سمعتوها في سورة التوبة الآن الوصول إلى قباء يوضن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يفنى أول مسجد في الإسلام اللي هو مسجد قباء والحمد لله إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وين راه يغنى اللوظو ذينا ذي المدينة هذه روح المذ مسجد قباء المسجد أم زوارو يقفل النبي صلى الله عليه وسلم وذي الظل ركعتين أما إيسى على جر العمرة صفى ديو العمرة قبل ذي وضر مكة ديشة هذا باش نزر فضل مسجد قباء وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فريد إلى المدينة استقبله الأنصار في المدينة المنورة نورها الله سبحانه وتعالى من بعد زرمة كذن قينس بركة بعد كل يوني فغاثي يوسم كان دايفغا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة
أثلحوا وأثلحوا مثل بضري بمكان مربد لغلامين يتيمين يوجينا سبحان الله انسى ذا وجين ورشق ذي وجينا السهل كذ سهيل ابن رافع بن عمر ذنثني يكفل سيسن أسعد بن زرارة ذو بمكان أني إثبرك النقا يعني يحبس النقا النبي صلى الله عليه وسلم وذينا يقفنا المسجد النبوي ثورة الخاتمة نعطي بعض النظرات باختصار. الهجرة النبوية كانت لحماية العقيدة باش نفهم ثم سلتقي لحماية العقيدة ثقي سمزورت معنى العقيدة إذا كانت مهددة لابد أن تحمى. الفرار بالعقيدة أمر جائز بل مشروع بل مطلوب شرعا باش الإنسان يفر بعقيدته. سمحت لي الانحراف تفضل بالك ذي الغرب وكذا ما ولا الايمان هذا سير حديث يسلك راسه وذي الاول ذي الامكان الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ولا قال غادي يروح يسجل العقيده حكي غادي يوم ذاك ثمرت القبائل انك بعد الاستقلال وزر ما حكى وسيدنا خاطي انك بوي فافا غالبيذ الزاير الفافور وقتني ولا شي زافي ولا شي الفافور انك اللوز وكذا غابر الاستقلال الحوايج تدارت الى اخره يروح اذيني أذي هاجر فرنسا باش راح دي خدمة دي وذرين إليك يوصي إليك يدمي صغراش القرآن يثمر القبائل تحفظ القرآن يثم عمر ثورة السقي روح أتخذ مض ذا غريب أغدوي ذا ذرين ولكن ما يروحك القرآن يكسح حفظ يثم عمر قيم ديننا وكحواج غير هذا دوار ولكن يمغرناكي ورسعي الدكتورة دي الشريعة ولا لا ليسونس ولا سيزيام ولا الباك ولا زرنا شو يسوى الدين يثمر لنا سي بور سي المزيين بوسا كون قار دايما هي المزيين والثوثان الفضلين قرانا يمغرنا باش ساكا مغار ما ثوات بالك يخص شو طو السيناريو ديال الزلغا شو اتستيرض في الناس نا اتونسيون سعان في سمينا خير لنا تفغى الدليل تفتغى الدليل ربي ناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقفنا أنت مع أمرين ما تشيذني تأكل كيتش ذنثني صلى سمحنا وقشتن طلفا ذنثني ودي والشياخ ذنثني ودي هقان القوثة الشمس كسو كذا ذنثني ودي فكان تزرتين إغمان الزيت ذنثني صافي جماعة الخير خدمان ويقولت مهم غير هنا وقد حفظ القرآن الكريم حفظت ما تشيس الأحكام حفظت تريسيتي يبسي ولا صار 21 سنه كان اكثر اكثر ينزل التراويح يحفظي مع مرض سلافي تي جي في سافي لا فيتاس الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين انت قد الى الجوني توجور الجوني بحانا تظل ثو اسمها يبالك الظل يومين غير ثلاث ايام ان دا الشيخ اين السي مغرقي شو القرايه ليش الاحكام يا سول داك يحفظ يحفظ تي جي في كريقين مي ما غلط كي غلط إنك كدوا لا مار شاري راه تخدم لا فيتاس غاتي دياوي لو كان سيد جو تفقد راه ميم بان داير لا ياك هكا مي وكدا كدا يمزمر انا سي حرز ربي بارك الله برزل القران الكريم حافظوا عليه اقلا كثر الاز الحمد لله الله يبارك ساعة في مامورين ساعة جوامع ساعة كذا مي ان فنور نسهدو ولا قارنت الفضل السابقين والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق وانت كنت ديني غير الشباب وصية وصية كنت ديني غنا كنت دجا كونوا من السابقين أو كونوا من اللاحقين ولا تكونوا من الماحقين. الرسالة وصلت ذاك نجمعة الخير. إذن الفرار بالعقيدة نظرة النظر التضحية من أجل العقيدة تضحية بكل ما يملكون المال الجهد الصبر الهجرة ترك المال وترك البلد إلى آخره ماشي ذي سهلا زيد حسن التخطيط واتخاذ الأسباب اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله بل من لوازمه عقلها ثم توكل على الله. الأخوة الصادقة النبي صلى الله عليه وسلم يخدم ثقمات سير المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية من سورة التوبة الآية 100. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة أخرى، حملت انتذت الحملة وترجموا حبهم إلى عمل، ترجموا حبهم إلى عطاء. وعلى بكم يا جماعة الخير نقول لكم قاعدة ذهبية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة: إن أراكم تكثرون عند الهلع وتقلون عند الطمع. ذي الوقت المحنة نطيق الخلعة ثلام سواطاس شطرم، ما إلى وقت نطمع ولا شي يكون. الأنصار فكيد يوسي الأنصار يوادي الخليفة، يلا زمرنا سني من جماعة الناس دي بيعة العقبة أسنين دونون دونون نحارب فلاك أنفك ذري منا فلاك الأرواح منا فلاك إلى آخره كلش. واش نفك المدينة مرحبا، أما في شمال المهاجرين، ولكن كن نفك شوية حقائب وزارية بلغة العصر وظريفنا روالو أسمي سنة شاكد أي الشاشة بفكر إنياس الجنة الجنة وسينا لا مشاكل كوين فكاك حاجة ما تريال شاد فكر الجنة والحمد لله. يوك غرق التاريخ جمع صفضي والقائد جيش خالد بن الوليد ماشي من الأنصار، أبو بكر الصديق الخليفة الأول ماشي من الأنصار، عمر الخطاب كيف كيف، علي بن أبي طالب كيف كيف، عثمان بن عفان كيف كيف إلى آخره. الأنصار يحبون الذين هاجروا إليهم كما قال القرآن، ماشي كان في كناس لا، بحب الحمالة. والقاعدة الأخرى التي نستنبطها من هذه القاعدة النبوية: إنك العطاء يجمع والأخذ يفرق. ولكن سمحي يا أدنى حدن ثواشوت يوني سعى ثواشوت ما إلا قد سكشمناك قد سكشمناك الله ذلك أتسلي ثاكما تسيرسا وتسلي الذكلي أكنا مشاكل وديوي القوث وديوي يمان وديوي اللبسة وديوي كل يوم وديوي ثوليين ودي كلش تساوي تسكن تسكن العطاء العطاء مي مثبفة باش تفضون وتفونست وتحانوت والطوموبيل والأخذ أفضون مي فون في اللوح. العطاء يجمع والأخذ يفرق، الصحابة تعلموا ذلك. حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ترجموه عمليا وزيد عدم الغفلة عن العناية الإلهية ونتسوير ربي في كل شيء ربي سبحانه بتأييده لا ننساه. خطو من القرث فغل عقله هيني كيني خذ ماكو الأسباب حواج غارة لا كنت فغط الليض نحواج ربي سبحانه عز وجل معنا. روح يا زمان أن بعد مكان نسيدي فغن في صلاة يا سلامة يقدر بي يغال نهارا جهارا، كان ضعيف يغال قوي. فتح مكة حدث عظيم سنشير إليه في مستقبل الدروس إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.